سكريبت هدفه اللي هو الحاق الضرر باي طريقه بالنادي الاهلي، الحاق الضرر باي طريقه بالنادي الاهلي. ليه بقى؟ لان دي حرب من ساعه ما اتزرع كيان ميرزباخ والحرب دي شغاله. انا بنتكلم على طول يعني، بصرف النظر عن الاشخاص بقى سواء هم ضحيه او يعني هم اصحاب مثلا سبوبه او هدف او شغالين مع حد عند حد، ما يخصناش. فتبص تلاقي احنا النهارده الاهلي مقبل على مباراه مصيريه تؤهله لنصف نهائي افريقيا، ويشغلوك بعقوبه كهرباء، تسريب عقوبه كهرباء، مش عارف ايه. فهنبدا بقى المشوار من دلوقتي يا شباب عشان نشوف ايه التفاصيل الاحداث بالظبط. وانا ولا بقرا من ورقه ولا اي حاجه خالص، احنا بنقرا الواقع وبنشوف ايه اللي باحداث. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني الكلام بتاعنا بيكرر في صفحات تانية، في قنوات تانية، بيطلع صدق العبد لله، يعني متوكلين على الله. وهي الحاجات اللي هي ايه، انا قلت من حوالي شهر من ساعة ما السوبر ده اتكلموا عنه، انا توقعت ان الزمالك هيعمل نفس سياسة اللعبة اللي هي بتاعة السوبر، اللي اتلعب السوبر الافريقي لما خد الكونفدرالية مع الترجي التونسي، وحينها كان الزمالك خد بالزق، رغم ان هو كان المفروض يتهزم قدام نهضة بركان اعتقد، والجون اللي دخل في جنش من تحت رجليه ودخل نص متر جوه، والفار ولا اتكلم ولا اي حاجه. وكان يعني شبيبه نهضه بركان كانت محتاجه بس تتعادل، ما علينا. المهم لعبوا الاخر بلنتيات، ومع ذلك برضو جنش اتحرك وتعادل كوره، ما خدش الانذار الثاني، مع ان الكوره لما بتتعادل الحارس بياخد انذار. المهم الترجي ساعتها كان قوي جدا جدا جدا. الزمالك عمل ايه؟ عمل برضه لعبة الانسحاب والشروط، ورئيس النادي لازم يسافر ومش يسافر ومش عارف ايه. والترجي انا توقعت حينها من 3 4 سنين ان دي لعبة وهتخيل على الترجي، المفروض دي ما تخيلش على الاهلي ولا لعيبته ولا جهازه الفني. ديت حاجة اهو. فهندخل عشان ما سيحش الموضوع جامد، هندخل نقطة نقطة عشان نبدا بموضوع السوبر الافريقي وانسحاب احدى شروط انسحاب الزمالك او انسحاب الاهلي. العامل الاساسي هو حاجتين، الحكام خلاص. الاهلي يا ريت، الاهلي بيتمنى يا زمالك ان حكم اجنبي يجي. محمود البنا موجود في نادي الزمالك 2 3 مرات في الاسبوع، يعني خلال ال10 ايام الجايين اكيد هيقابل رئيس النادي او نائب رئيسه او اي حد من الجهاز اللي هو الباطل على كلام القضاء، يعني القضاء. فالاهلي ما عندوش مشكله، الزمالك الاهلي يطلبوا حكام اجانب، بريرا يعني متوصي او مصمم على حكم مصري، خلاص اختاروا حكم مصري. الحاجه اللي تضحك، انت اخترت حكم مصري واخترت الفار من الامارات، طب عشان التفاهم خلي الطقم كله من الامارات يا اخي، وخلاص وخلصنا يعني. ما علينا. النقطة الثانية هي موضوع كهرباء، قصة كهرباء. الأهلي لو كهرباء العقوبة أعلنت تأكيد للعقوبة أو اتغيرت وتعدلت أو مهما كان، كهرباء لو يتوقف قبل السوبر الأهلي هينسحب. وإحنا قلنا الكلام ده كام مرة يعني، الأهلي هينسحب، والكلام ده أكده ناس زي أمير هشام، زي ناس كتيرة أكدوه، لأن ده شيء منطقي وبديهي. الأهلي هينسحب ليه؟ لأن الإجراءات كلها غلط. الزمالك بيقول لك هنسحب لو كهربا ما توقفش. طيب هل الزمالك خايف من كهربا؟ نعم. هل الزمالك خايف من الاهلي حتى لو كهربا مش هيلعب؟ نعم. هل الزمالك حاسس باحراج وعاوز ياخد؟ لا. هي دي كلها لعب على اوتار الجماهير، ومعروف ان خلاص الجماهير، الاستاد اتقفل، التذاكر كلها انباعت، خلاص الناس مستعده. ودي دوله شقيقه بتدعم مصر في كؤوس السوبر المحلية بتاعتها، وهيبقى عيب جدا على الدولة المصرية ان فريق كبير زي الاهلي او الزمالك ينسحب قبل المباراة بعدة ايام، هيبقى كمان عيب في حق جماهيره. وبالتالي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟
في فرق صغير ما بين الاهلي والزمالك. الاهلي في اداره النادي الاهلي الاستاذ سعاد، اهلا بيك، مساء الفل، مساء الفل، منورانا. اداره النادي الاهلي عندها نوع من الواقعيه، اداره النادي الاهلي يهمها مشاعر الجماهير وطلبات الجماهير، وان عيب ان اكتر الجماهير اللي اشترت التذاكر ان شاء الله يكونوا اهلاويه ان الاهلي ينسحب قبل المباراه. فطبيعه الاهلي ده بنورك يا استاذ سعاد والله، ان الاهلي طبعا مش عادته ان هو ينسحب من اي بطوله او من اي مباراه. ولنا في عظه في القصه اللي احنا بنحكيها دايما، الكاس مصر المشهوره جدا اللي الاهلي ساعتها كان بالفريق كبير راح غزه لدعم فلسطين عشان يلعب مع الفريق الكبير هناك، وكل فرقه الاهلي الكبار كانوا موجودين. وفجاه جه تليفون من المشير الله يرحمه بقى، ايه ان لا لا المباراه ده كان لا لا ده كان ساعتها ايام الزمالك، حيدر باشا ساعتها ايامها قال لك لا الكاس هتتلعب بكره، فريق النادي الاهلي هيلعب بكره، ملناش دعوه. الانسحاب الاهلي قال لا مش هنسحب، مش هنسحب، وبعتوا فريق الاشبال واتهزموا 6-0. الاهلي عمره ما ينسحب من مباراه، بس هو المره دي هو منطق ايه اللي هو عدم الاعتراف بعقوبه كهربا، عدم الاعتراف بعقوبه كهربا من الاصل. وهنيجي للمفاجات دلوقتي. المفاجاه الاخيره انتوا سمعتوها حضراتكم، واسف لو الصوت بتاعي لسه البرد او كتمه الزكام اللي عندي، ان اولا لجنه الانضباط طلبت شريط المباراه. يا ربي يا عالي، الاستاذ ناديه اهلا بيكي، مس نادي اهلا بيكم، منورانا ومنوره قناه الاهلاويه في اوروبا باذن الله تعالى، الاهلي يفرحنا ان شاء الله. لجنه الانضباط اطلعت على شريط المباراه، تقرير مراقب المباراه، حكم المباراه، التقرير الاعلامي عن المباراه، مفيش اي كلام سيء عن كهربا، مفيش اي كلام ضد كهربا، مفيش ادانه الكهربا، مفيش اي حاجه. دي رقم واحد. رقم اثنين، لجنة الانضباط عمرها ما هتجتمع إلا ما يكتمل نصابها عشان النظر إلى مظلومية اتحاد الكورة مش الأهلي في عقوبة كهربا، لازم تتشاف تاني. يبقى إذن عرفنا دلوقتي إن لجنة الانضباط الآن وبقيادة المستشار الشرباجي وكل الاحترام ليه، كل قضاء مصر، فطبعا هو مش هيقدر يجتمع لوحده، فلازم يجتمع النصاب ليه. وبالتالي من المستحيل، من الصعوبة جدا جدا اجتماعها قبل مباراة السوبر. طيب الحاجة اللي بعد كده، اني كلمتكم كمان في مفاجأة، انا الحمد لله تعالى اتكلمنا فيها كذا مرة، قلت لكم انا ضد تأجيل دفع عقوبة كهربا إلا في حالات معينة، وقلت حضراتكم من ضمن الحالات ديت هو ممكن يكون حركات المحامين تمطيط وتأجيل الدفع والقضية لحين اكتمال تمثيل الجمعية العمومية لنادي أفس البرتغالي، النادي البرتغالي اللي كان بيلعب فيه كهربا، لانه اقترب جدا جدا المالك بتاعه ان هو يسجله ويعمل جمعيه عموميه. والجمعيه العموميه في الايام القادمه، وقد كان زي ما قلت لحضراتكم من حوالي كام اسبوع واكدت ان النادي ده بينباع حاليا، واول ما حد يشتريه هيعمل جمعيه عموميه، ويبقى له مجلس اداره، ويبقى له حقوق ومسؤوليات وملتزمات. من ضمن الملتزمات هي لما تيجي انت بتشتري نادي مفلس من الاخر يعني، او لما بتيجي تشترك شركة مفلسة او مصنع، بتشتري كل شيء ايجابي وسلبي، بتشتري الديون والناس كمان اللي هم الدائنين كمان، فبتشتري كل حاجة، بتشتري الزائد والناقص. ومن ضمن الناقص او الملتزمات هو عقوبة هذا النادي، نصيبه اللي هو تقريبا النهاردة 1.2 مليون دولار امريكي. هل ليها لازمة؟ أيوة طبعا، أنت بتتكلم عن حوالي 35-40 مليون جنيه، فليها لازمة أنك تنتظر طالما اللاعب بيلعب. وقلنا لحضراتكم
تأكيدا للاقتراح ده اللي هو او الاحتمالية دي، ان الفيفا، وقلنا الكلام ده من زمان من قبل يناير الماضي 11 شهر 11 اكتوبر، قلت لكم يا جماعة كهربا لما يخلص الوقف بتاعه عمره ما يتوقف بعدها في خلال 6 شهور مرة تانية، استحالة. وقلت لحضراتكم اللي بعد سن 29 وقد أتم 29 سنة كهربا من حوالي 10 أيام، وهنناه على عيد ميلاده، إن هو بعد سن 29 يعني أي لاعب ماشي في سن 30 الفيفا بتخليه يلعب عشان يقدر يدفع الأقساط اللي عليه أو الديون اللي عليه. فهي لعبة معقدة شوية، وديت اللي أربكت حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك وعقدت بليا الدلدون وغيره في عيشتهم وخلت الزلمطحية يلطموا، وهم بيقولوا إن عموما ال 2 مليون دولار كانوا حوالي 30 مليون جنيه، النهارده بقوا 70 و80 مليون. واحنا بنقول ان كهرباء ال 2 مليون دولار اصلا موجودين في الحساب وبياخدوا الفوائد بتاعتهم، بل بالعكس فوائد الفيفا 5% وممكن يكون هو بياخد فوائد 10%، الله اعلم. ده شيء احنا مالناش دعوه بيه، ما يخصنيش، انا يخصني اللاعب يلعب. طيب ديت النقطه اللي انا كنت عايز اكلم حضراتكم فيها، ان مفاجآت كهربا ان بدون لطم وبدون ان الزلمطحيه يطلعوا يقولوا كلام ملوش اي اساس من الصحه، زي موضوع كده امام عاشور. امام عاشور اصلا هم عارفين ان الزمالك لم يتقدم بتظلم، لم يتقدم باي شكوى، طب ازاي انت ما قدمتش شكوى ولا تظلم لوقف اللاعب بتاعك، وفي نفس الوقت بتقول هو اتوقف ليه؟ قال ما هو اتوقف عشان انت ما عملتش تظلم، دي حاجه تانية. فنرجع لمرجوعنا، ان كهربا الحمد لله رقم واحد لجنه الانضباط اكتشفت ان ما فيش اي في التحقيقات اي نوع من انواع التعدي من كهربا، ما فيش اي حكم، الحكم الساحه ما كتبش تقرير ضد كهربا، ان حتى الفيديوهات التلفزيونيه من خلال الماتش اثبتت ان ما فيش اي حاجه خالص. ونبه الاستاذ عامر حسين امبارح مع احمد اسامه ان لجنه الانضباط مش ضد ان تعرض الفيديو اللي اتعرض عند قناه حتشبسوت، مش عايز اقول الاسم الاعلامي ده اصلا، انه المفروض في ناس متخصصه في التكنولوجيا وفي الانترنت وفي الفيديوهات وقطع الفيديوهات والفوتوشوب والاصوات والكلام ده، فهيشوفوا يبحثوا هل ده صوت كهرباء، هل اتعمل دمج صوت مع صوت، وهيشوفوا. والمفروض لما يظهر التزوير، لان احنا شفنا فيديو اصلي لكهربا كان بيقول كهربا عقده صح، صوته هو، ملناش دعوه بالجماهير، صوت اللاعب. كهربا مش هيطلع على 20 30 الف يقول لهم قولوا ورايا، لا، ده كهربا كان بيصح، كان بيقول كهربا عقده صح. على فكره كلمه كهربا عقده صح دي تهزيئه برضو لاتحاد الكوره، وهم عارفين كده كويس لان هم عارفين ان كهربا عقده صح. واشكر اي حد بيدخل ويتابعنا ولايك وكده. وانا طالع، انا عايز اتكلم مع حضراتكم الاستاذ محمد زكريا، مساء الفل حبيبي، مساء الفل. والاستاذه مس ناديه ست الكل، انت كل الناس منوره الحمد لله تعالى، واشكر فضلكم بجد على سعه صدركم وانكم بتاخدوا وقت، وهحاول ان انا ما اطولش على حضراتكم. اذا كهربا ان شاء الله براءه من العقوبه، الا اذا عشان يعني ايه شويه ميه كده على الوجه كده، احتمال يدوا له ماتشين ثلاثه او بتاع، انما 6 مباريات زي الناس ما بتقول الاهلاويه او بتاع، يعني على اساس ايه يعني؟ يعني ما فيش قانون يعني اتنبح صوتنا من الكلام ده، معروف عند الدنيا كلها، ما فيش حد بيقول انت قصدك ايه، ما فيش قاضي بيقول لحد انت قصدك ايه، القاضي ده عامل زي الساعه، القضاء يا جماعه او الاحكام القضائيه بتبقى عامله زي 1 زائد 1 بيساوي 2، ما فيش واحد، مش زي النكت او الفوازير اللي احنا بنقولها انت تعمل ايه عشان تخلي 1 زائد 1 يساوي 3 والكلام ده، لا الكلام ده مش موجود، مفيش ربنا الوحيد هو اللي بيحاسبك على النية، مفيش قانون بيحاسب على نية إنسان. لو القانون هيحاسب على نياتنا يبقى صالتنا بيضة، يبقى هنروح كلنا في داهية، واخدين بال حضراتكم؟ إذن
هيطلع بقى قانون ساكسوني من ولاية ساكسونيا اللي جنبنا هنا، ان هيقول لك ان لا ده قانون المرة دي عشان ده اسمه كهرباء. فطبعا ده مش موجود بالظبط كده يا استاذ سعاد، كاتبه المفروض لا ياخذ عقوبه لان الحكم ومراقب المباراه كتب شيء والشرط الاساسي ما فيش الكلام ده بالظبط كده. ده كمان ايه، ده في حاجات يعني في حاجات جانبيه احنا سمعناها عند ناس اخوه افاضل ومعروفه، تسريب العقوبه يفسد العقوبه، تفسير يعني واخدين بالكم، تسريب العقوبه يفسد العقوبه، يفسدها كانها شيء لم يكن. ده قانون في الفيفا، يعني الاهلي لو راح الفيفا هم عارفين كده كويس، يعني دي الف ب. بعد كده العقوبه نفسها يعني ماديات العقوبه لم تتضمن اي بنود من العقوبه على اي لاعب عمل اي جرم، حتى لو لاعب قتل حد مش موجوده اصلا، موجوده لاعب قتل حد ده اقصى حاجه 8 مباريات، اقصى حاجه ده لما يوصل بقى انه يضرب الحكم ويعمل ويعمل ويعمل، انما بيتفاعل مع الجماهير لمده 10 ثواني وقالها مره اتنين كهربا عقده صح ويقول لك لا ده انت قصدك كهربا حطه صح، طب قصدك ايه من كلمه حطه صح؟ طب هو شلبوك لما قال زغلول حط الزغلول، مش احنا قلنا لكم العقوبه بتاعته اسبوعين في الساحل وقد كان، وراح الساحل قعد اسبوعين ورجع بالظبط كده يا استاذ محمد زكريا. الموضوع كله من الاخر ان كل المرتبات شغاله علشان الزلنطحي ما يزعلش، هنا ما يهمش الزمالك، كل اللي يهمهم الزلنطحي يكون موجود عشان السبوبه يخطف وينزل من الولايات ويديهم شويه يعني ربنا يسترها. بخصوص المليارات والحاجات دي احنا سمعنا عن فيها في فضيحه على فكره الله اعلم بصحتها، ان في حد باع لاعب لنادي الدنماركي ب 2 مليون وتقريبا و6 من عشرة دولار امريكي، واتخذت منها سبوبه كبيره جدا جدا عشان يكمل مشروع هو بيعمله، ما اعرفش بقى مشروع سياحي ولا مشروع ايه، ما اعرفش مين الشخص ده، امام عاشور اللي يعرفه والله اعلم، احنا ما نعرفش. فهو هذا الكلام ده صح، هذا الكلام ده غلط، احنا مش بنمشي ورا، احنا ناس يعني يا جماعه اكبر من بعض الحاجات اللي هي احنا عاوزين نفضل فيه. النادي بتاعنا ليه بيتعمل فيه كده؟ ليه هو عمل ايه وحش لمصر؟ يعني نادي يعني احنا هنا في المانيا اهوت، يعني بحط في اي حتى على سور البيت بتاعي على جنينه على اي مكان، ده نادي عندك عزة انك مصري الاصل والجنسية الرياضية بتاعتك اهلاوية،